حول معلمان في مدينة القامشلي جدران مدرستهما إلى لوحات فنية تحمل رسائل توعوية للتلاميذ وطلاب المدارس في إطار أعمال الترميم، عبر تزيين الجدران برسومات هدفها تعزيز القيم لدى التلاميذ. نعمم هذه التجربة على مدرستنا ومدارس أخرى، فقمنا برسم لوحات جدارية على جدران المدرسة. طبعا كل لوحة جدارية هناك هدف من ورائها، مثلا اللوحة هذه تتكلم عن الطفولة، اللوحة التي خلفي هذه تتكلم عن غرس قيمة الزراعة لدى الأطفال، اللوحة الأخرى تتكلم عن قيمة العلم وبالعلم نصل إلى النجوم، اللوحة الأخرى تتحدث عن النظافة. هذه القيم يجب أن نزرعها لدى أطفالنا، لأن ما عانوه من ويلات من الحرب المدمرة التي مرت على بلدنا عانى أطفالنا الكثير، فلذلك نحاول أن نرسم البهجة والسرور على محياهم على نفوسهم. مدرسة دبانة حاولنا أن نضفي عليها شيء من الجمالية، يعني وحيث تكون موجهة وهادفة للأطفال، مساعدة الأطفال على مجموعة من السلوكيات معينة، حتى مساعدة كنوع من الوسائل التعليمية أطفال نوع من البسمة على وجوههم لما يشوفون هالرسمات هالأشكال أمامهم، بالإضافة أنهم ساعدونا ببعض الرسمات وبعض الأعمال، فتقريبا مثل اقتدوا أو حسوا بتعبهم ومحبتهم لهالشي. هذا هدف المعلمان عباس الخلف وإبراهيم الحربي من هذه المبادرة الاستمرار لتشمل مدارس أخرى لنشر الفن والعلم وتعزيز القيم، لذلك سيكون هناك جداريات ولوحات مشابهة في مدارس المنطقة، ولا سيما أنها تترك أثرا إيجابيا لدى التلاميذ مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.